أحباب مشتركي سبورانات، باش نصلح لكم نموذج من فروض المراقبة عدد 2 في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة 9 أساسي. الاختبار هذا يحتوي على 4 تمارينات، التمرين الأولاني على 5 نقاط، التمرين الثاني على 5 نقاط، التمرين الثالث على نقطتين، والتمرين الرابع على 8 نقاط، وهو تمرين نظام قيس. نبدأ بالتمرين الأولاني واللي هو ضع علامة أمام الخانة المناسبة، كل سؤال يحتمل إجابة صحيحة. إذا كان X و Y عددان حقيقيان متقابلان ومخالفان للصفر، فإن X Y عدد حقيقي موجب، X على Y يساوي إلا واحد، وإلا X إلا Y يساوي صفر. هما متقابلان، إذا واحد موجب واحد سالب، X في Y موجب في سالب باش يكون سالب، إذا هذه غلطة. X إلا Y يساوي صفر، غلطة. X على Y يساوي إلا واحد، شو معناتها X على Y يساوي إلا واحد؟ معناتها X وإلا X ولا يساوي إلا Y، إذن هما متقابلان، إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. القيمة المطلقة لي إلا X يساوي جذر لثلاثة، يعني X يساوي جذر لثلاثة، X يساوي إلا جذر لثلاثة، X يساوي جذر لثلاثة وإلا جذر لثلاثة. شو معناتها هنا؟ القيمة المطلقة لي إلا X يساوي جذر لثلاثة، شنو نجم تكون هنا X؟ إذا كان X كانت جذر لثلاثة، إذا القيمة المطلقة لي إلا جذر لثلاثة بالطبيعة باش تكون جذر لثلاثة، وإذا كان X يساوي إلا جذر لثلاثة، شو معناتها هنا؟ معناتها القيمة المطلقة إلا جذر لثلاثة اللي هي جذر لثلاثة يساوي بالطبيعة جذر لثلاثة، إذا الجواب الصحيح هو الجواب جيم. إذا كان X عدد حقيقي بحيث X على جذر الاثنين يساوي جذر الاثنين على اثنين، فإن هنا نمشي لوجه على X، إذا هنا كيفاش باش نعمل؟ X على جذر الاثنين يساوي جذر الاثنين على اثنين، شو معناتها هنا؟ معناتها اثنين X يساوي جذر الاثنين في جذر الاثنين اللي هي اثنين، إذا اثنين X يساوي اثنين، يعني X يساوي اثنين على اثنين اللي هي بالطبيعة واحد، إذا الإجابة جيم، تفهمنا؟ والسؤال هذا هو سؤال مقترح من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي دورة 2009. تعدى للسؤال الرابع، إذا كان ولا ليكن OEG معينا متعامدا في المستوي والنقطتين A هي إلا P مع واحد واحد و B هي إلا P مع واحد و إلا واحد مع P وواحد، المستقيم AB موازي للمستقيم OE OG وإلا EG، فهمنا؟ إذا هنا شنو عنده هنا؟ عنده نقطتين A و B، شنو نلاحظوا حنا هنا؟ نلاحظوا إنه XA يساوي إلا P مع واحد، YA يساوي واحد، وXB يساوي P إلا واحد ولا إلا واحد مع P. شو معناتها هنا إلا واحد مع P؟ معناتها كي نعمل أنا هي إلا P مع واحد، معناتها هي إلا Y إلا XA، وYB هي بيتها يساوي YA. أوكي، إذا هنا XB هي إلا XA، عندهم YB يساوي YA. لهنا شو معناتها؟ معناتها عندي هذا المعين متاعي، عندي هذه النقطة A، هكا ولا إي جي، قلنا XB هي إلا XA، من هنا XA إلا XA باش تكون من هنا، هكا ولا؟ YB هي بيتا YA، إذا النقطة B هنا A و B متناظرتان بالنسبة إلى إذا لهنا OG، إذا الـ AB موازي لي المستقيم او اي، فهمنا؟ اذا هنا AB باش يكون موازي لي او اي. تعدى للسؤال الموالي، البعد AB يساوي 2 2P والا القيمه المطلقه ل 2 الا 2P، فين البعد AB؟ هاك البعد AB هو هنا يحب يلوج على البعد AB كم يساوي، اذا البعد AB هو القيمه المطلقه ل XB الا XA او اي، اذا البعد AB القيمه المطلقه ل XB الا XA اللي هي هنا XB عندي اذا هنا XB هي الا واحد مع P الا XA معناتها الا P معناتها مع P هكا ولا الا واحد، فهمنا؟ اذا يساوي القيمه المطلقه ل 2P الا 2 فوالا، اذا هنا اللي هي عطيني هو 2 ولا 2P ولا 2 الا 2P سي كيف كيف، دونك القيمه المطلقه ل 2P إلا 2، شو معناتها هنا؟ معناتها القيمة المطلقة لـ 2 بي إلا 1 اللي هي بالطبيعة باش تكون 2 بي إلا 1 بما إنها موجبة، ولهنا القيمة المطلقة لـ 2 إلا 2 بي، إذا القيمة المطلقة لـ 2 في 1 إلا بي هي بيدها إذا 2 بي إلا 1، إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة جي، تمام؟ نردوا بالنا لهنا،
التعليق. اوكي، اذا كان طلب منا التعليق بطبيعه هكا وريتكم كيفاش. تعدى التمرين الثاني واللي هو تمرين على 5 نقاط، نعتبر العبارتين ا و ب حيث اكس و واي عددين حقيقيين. اعطيني العباره ا واعطيني العباره ب. سؤال يريدني فكك ا الى جزء عوامل. اذا وين العباره ا؟ ا يساوي اكس مع اكس جذر الاثنين الا إجريج واحد مع جذر الاثنين. أول حاجة لهنا شنو نلاحظ؟ لاحظ عنده إكس تتعاود، إذا يساوي إكس باش يبقى لي لنا واحد مع جذر الاثنين إلا إجريج واحد مع جذر الاثنين، فهمنا؟ إذا نلاحظ إنه واحد مع جذر الاثنين تتعاود في كلا الطرفين، إذا يساوي واحد مع جذر الاثنين في الطرف الأولاني يبقى لي إكس، في الطرف الثاني يبقى لي إجريج، وبيناتهم علامة إلا. إذا هذه تفكيك أ إلى جذاء عوامل. بين ان ب يساوي الا جذر الاثنين الا اكس مع اي. اذا لهنا باش تحاول نحل العباره ب، ب يساوي الا جذر الاثنين، جذر الاثنين الا 5 الا اكس الا 2 الا 6 جذر الاثنين مع اي. لهنا باش نحاول ننشر، اذا الا جذر الاثنين في جذر الاثنين اللي هو الا 2، نجم انا نكتبها كيف ما هي ومن بعد نخدم باش ما نغلطوش. عندي الا والا باش تولي مع 5 جذر الاثنين، عندي الا الردبانة نحل المعقف ومن بعد نحل القوس. اذا الا اكس مع 2 الا 6 جذر الاثنين مع ايغريك. اذا الا جذر الاثنين في جذر الاثنين هي الا 2 مع 5 جذر الاثنين الا اكس مع 2 الا 6 جذر الاثنين مع ايغريك، بما انه عندي علامه مع بل القوس. اذا لهنا عندي الا 2 مع 2 نجم نتخلص منها. عندي 5 جذر الاثنين الا 6 جذر الاثنين باش تعطيني الا جذر الاثنين الا اكس الا ايغريك يساوي الا جذر الاثنين الا اكس الا ايغريك، والمطلوب لهنا مع ايغريك عفوا، والمطلوب لهنا اني اذا نبين لي الا جذر الاثنين الا اكس مع ايغريك، بينتها فهمنا. اذا علمت ان اكس الا ايغريك يساوي الا واحد احسب ا. اذا اعطيني اكس الا ايغريك يساوي الا واحد، بما انه ا يساوي واحد مع جذر الاثنين اكس الا ايغريك، اذا نعوض اكس الا ايغريك ب الا واحد، اذا يساوي الا واحد مع جذر الاثنين تو سامبلومون. اذا هذه هي العباره ا، خاطر عوض اكس الا ايغريك الا واحد. بعد السؤال ب، احسب ب ثم استنتج القيمه المطلقه ل ب، بطبيعه مع العلم انه اكس الا ايغريك يساوي الا واحد. اذا لهنا شنو عندنا؟ عندنا احنا ب يساوي الا جذر الاثنين الا نجم نخرج لهنا نحل بارونتيز، اذا اكس الا ايغريك، بما انه كي نحي القوس باش تولي لهنا مع ايغريك باش نتحصل على نفس النتيجه. x الا y يساوي الا واحد، اذا يساوي الا جذر 2 الا واحد يساوي الا جذر 2 مع واحد. هذه العباره ب. ثم استنتج القيمه المطلقه لب. القيمه المطلقه لب هي القيمه المطلقه لواحد والا خليها كيف ما هي الا جذر 2 مع واحد. لهنا اللي داخل اللي داخل القيمه المطلقه، هل انه سالب ام موجب؟ احنا نعرفوا انه جذر 2 اكبر من واحد، معناتها الا جذر 2 مع واحد باش تكون سالبه. اذا القيمه المطلقه اللي عطات سالب هو الا جذر الاثنين مع واحد، باش يكون بطبيعه موجب اللي هو لهنا جذر الاثنين الا واحد. اذا هذه القيمه المطلقه ل ب، فهمنا. بين ان ا مقلوب ب، شو معناتها لهنا؟ ا وب مقلوبان، معناتها ا يساوي واحد على ب، فهمنا. ا مقلوب ب معناتها ا يساوي واحد على ب، ولا ب يساوي واحد على ا، والا ا في ب يساوي واحد. اذا لهنا باش نجي نعمل ا ضارب ب، اللي هي اذا ا ضارب ب يساوي الا واحد مع جذر الاثنين هكا، ولا ضارب ب اللي هي ضارب الا جذر الاثنين مع واحد تو سامبلومون يساوي الا، خليها هذيك دونك واحد مع جذر الاثنين، ولهنا واحد الا جذر الاثنين. أ مع ب ضرب أ إلا ب يساوي إلا، اللي هي أ قوت 2 إلا جذر 2 قوت 2 يساوي إلا 1 إلا 2، تفهمنا؟ اللي هي يساوي إلا 1 إلا 2 هو إلا 1 يساوي 1. إذا أ ضرب ب يساوي 1، إذا أ و ب مقلوبين، ولا أ مقلوب ب. إذا أ ضرب ب يساوي 1، إذا هنا أ هو مقلوب ب أو ب هو مقلوب أ. أوكي؟ فوالا دونك كي نكون كملت التمرين 2 على 5 نقاط، لاحظوا انه اذا كان معناتها نتبعوا التمشي ونفهموا بالصحيح وردوا بالنا في العلامات، اذا تحاولوا تنجزوا التمرين بطريقه صحيحه. نتعدى للتمرين الثالث اللي هو على نقطتين، اوجد العدد الحقيقي اكس في كل حاله التاليه. اذا لهنا شنو عطيني؟ عطيني زوز معادلات
معدل الولاعة عطيني x إلا 7 ضارب إلا 5 على 2 مع x يساوي 0. شو معدل هنا؟ يعني هذه يساوي 0 أو هذه يساوي 0. x إلا 7 يساوي 0، معناتها x يساوي 7، أو إلا 5 على 2 مع x يساوي 0، يعني x يساوي 5 على 2 تو سامبلومون. فهمنا؟ والعبارة الموالية، إذا 8 على 3 x يساوي إلا 1 على 4. إذا لهنا شو معناتها؟ معناتها x يساوي إلا 1 على 4 ضارب 3 على 8. نضرب في مقلوب هذا العدد، خاطر لهنا كي باش نضرب هذا في 3 على 8 يلزمني هذا نضربه في 3 على 8 باش تبقى المعادلة صحيحة. نختزل لهنا باش تبقى لي x يساوي إلا 1 على 4، إذا في 3 على 8 اللي هي إلا 3 على، إذا لهنا 8 ضارب 4 اللي هي 32. هذا هو الx. فهمنا؟ تعدى التمرين الرابع واللي هو تمرين في النظام قيس ولا تمرين في الهندسة، واللي هو على 8 نقاط. شنو فيه نص التمرين؟ ليكون A B C مثلثا، عطيني الأقصى نتاع المثلث نتاعنا. لهنا يلزمني نعمل الرسم بطبيعة الصحيح. مثلثا A B C بحيث A B يساوي 5، إذا هنا باش ناخذ A B ضلع A B 5. فوالا، دونك هذه هي الأ وهذه هي البي، و AC 6 و BC 7، هذوما يلزمني بطبيعة بركال باش نحط القياس بالصحيح. إذا AC يحبو 6، باش ناخذ أنا المسطرة نتاعنا وناخذ البركال ونعين 6 لهنا، فوالا دونك هذه 6 ونحطها على الـ A، نحط الإبرة على الـ A ونحط لهنا 6، و BC يساوي 7 لهنا باش ناخذ المسطرة، فوالا نعين 7. الخاطر بالمسطرة من غير كومبام باش تحصلوا على لهنا، وهذه النقطة C هي تقاطع AC و BC، تقاطع 6 سنتيمتر و 7 سنتيمتر، إذا هذه النقطة C وهذا هو المثلث نتاعنا اللي نحب عليه. ولا. ولا. دونك عين النقطة M من AB حيث AM يساوي 2، إذا AM يساوي 2، إذا هذه النقطة M. ب علاش الام ما خديتهاش من هنا؟ خديتها من هنا خاطر هو قال لي من قطعه المستقيم ا بي، معناتها لازم تكون في وسط قطعه المستقيم. المستقيم المار من ام والموازي لبي سي يقطع ا سي في ان. لهنا نجي نعمل مستقيم لهنا عمودي على بي سي، وبعد نعمل مستقيم عمودي على ذاك المستقيم ويمر من ام باش نتحصل على مستقيمين متوازيين يقطعوا ا سي في ان. هذه النقطه ان. كي نخزر لهنا ساطبق نظريه تالس. فهمنا؟ احسب ان و ان ان، يحب يحسب هو ان و ام ان. باهي شنو عندنا هنا؟ عندنا بي سي موازي ل ام ان هكا ولا؟ اذا وعندي زاد انا انه النقاط ا ام بي على استقامه واحده، دونك لهنا ا ان ام و بي على نفس الاستقامه، و ا ان و C كيف كيف على نفس الاستقامة. إذا لهنا باش نطبقوا تاليس، شنو عندنا في تاليس؟ شنو نقول لنا؟ نقول لنا AN على AC يساوي AM على AB يساوي NM على BC. شوف أنا شنو هنا المعطيات اللي عندي في التمرين. عفوا، دونك لهنا عندنا هو يحب يلوج على المجهول نتاعو اللي هو AN. انا عندي الاس باهي لهنا الان خليها ان على اس اللي هي 6 يساوي ام نعرفها اللي هي 2 على ا بي اللي هي 5 يساوي ان ام اللي هي مجهول مش لو جعليه على بي سي اللي هو 7. فوالا، دونك لهنا باش ناخذ هذوما الزوز باش نطلع الان، باش ناخذ هذوما الزوز باش نطلع الام ان تو سامبلومون. فهمنا؟ اذا لهنا ان على 6 يساوي 2 على 5 باش يعطيني 5 ان يساوي 12 اللي هي 6 في 2، معناتها ان يساوي 12 على 5 سنتيمتر. باين لهنا بطبيعة نجمو تخلوها 12 على 5 والا تنجمو تحسبوها. اذا 12 على 5 شنو باش تعطيني؟ 10 على 5 باش تعطيني 2، ولهنا عندي اذا 2 فاصل باش نتحصل على 2.4 سنتيمتر. فهمنا؟ ولا دونك ومش نحسب توا البعد ام ان كيف كيف، لهنا باش ناخذ 2 على 5 يساوي ام ان على 7. شو معناتها هنا؟ معناتها 7 في 2 اللي هي 14 يساوي 5 ام ان. فوالا، دونك 2 على 5
يساوي ام ان على 7، معناتها 5 ام ان يساوي 14، ام ان يساوي 14 على 5 سنتيمتر اللي هي 2.8 سنتيمتر. تعدى للسؤال الموالي لتكن او منتصف ام بي، اذا لهنا باش نعينوا نقطه او هي منتصف ام بي. فوالا دونك احنا خدينا هذيا 2 والام بي كله 5، اذا لهنا عندي 3 باش تكون هنا النقطه نتاعنا اللي هي النقطه او. فوالا واف منتصف ام سي، اذا باش ناخذ انا ام سي، فوالا لهنا لازمني نعينه باش ناخذ نقطه اف منتصف ام سي. اذا لهنا ما عنديش القيس اكزاكت نتاع الام سي، يكفي اني نعمل المواصل العمودي اللي هي القطعه. لهنا راني ناكد انه باش تكون بطبيعه الخدمه نظيفه وتكون عندي معناتها منتصف بالضبط. اوكي، اذا لهنا المواصل العمودي، والمواصل العمودي سيقطع تلك القطعه في منتصفها. يكفي اني انا لهنا نعمل معناتها خطوط متقطعه ونعين كان المنتصف اللي هي النقطه اف. المستقيم او اف، لهنا باش نصور المستقيم او اف بلا المغاير، فوالا شبيه المستقيم هذا، يقطع ا سي في نقطه جي، هذه النقطه نتاعنا. اوجد بلوج لهنا على البعد او اف كم يساوي، فهمنا؟ اذا لهنا نحب نلوج على او اف. لهنا باش ناخذ مبرهين الطالس في مثلث ام بي سي. شنو عندنا لهنا؟ احنا عندنا معطى انه او منتصف ام بي و اف منتصف ام سي، هكا ولا؟ اذا في المثلث هذاك شنو عندي؟ ام بي سي شنو عندنا لهنا؟ عندنا او هي منتصف بي ام، وعندي اف هي منتصف ام سي، هكا ولا؟ اذا كان او منتصف بي ام و اف منتصف ام سي، فان اذا لهنا او اف باش يكون موازي لبي سي، وبالطبيعه لهنا او اف باش يكون 1/2 بي سي. اذا لهنا او اف موازي لبي سي، و او اف يساوي 1/2 بي سي. بما انه انا عندي البي سي هو 7 سنتيمتر، اذا او اف يساوي 1/2 ضرب 7 اللي هي 3.5 سنتيمتر. اوكي، فوالا. دونك بين ان او اف موازي لام ان، تو سامبلومون احنا شنو عندنا؟ عندنا انه او اف موازي لبي سي، وعندي انه ام ان موازي لبي سي، اذا هذه المعطيات هذوما زوز باش تعطيني انه او اف موازي لام ان. فوالا، خاطر انا نعرف انه ام ان موازي لبي سي في اول عطيهولي في اول التمرين. استنتج ان جي منتصف ان سي، اذا لهنا باش يستنتج انه النقطه هذه جي هي منتصف ان سي، وان اف جي يساوي 7/5. اوكي، اذا لهنا بما انه شنو عندي هنا لهنا باش نخدم في مثلث اخر واللي هو المثلث ان سي ام. شنو عندنا لهنا؟ عندنا هذوما الزوز متوازيين هكا ولا، وعندي المستقيم اف جي يمر من اف اللي هي منتصف ام سي، اذا جي باش تكون اوتوماتيكمون هي منتصف ان سي. لهنا ريسيبروك معناتها العكس طالس. اوكي، اذا لهنا لدينا ام ان موازي ل اف جي، باهي، وعندي انا اف هي منتصف ام سي، اذا في المثلث يعني المثلث ام ان سي شنو عندنا لهنا في هذا المثلث؟ جي باش تكون منتصف ان سي. اوكي، اذا واستنتج ان لهنا يحب يلوج انه اف جي يساوي 7/5. وين الاف جي؟ هاكا الاف جي. اذا اف جي بالطبيعه شنو باش يكون لهنا؟ اف جي يساوي 1/2 ام ان، هاكا ولا؟ اذا احنا حسبنا الام ان في اول التمرين واللي هي 14/5، إذا يساوي 1/2 في 14/5 يساوي لهنا 14 هي 7/2 على 2/5، نجم نختزل بالاثنين يساوي 7/5 بالطبيعة سنتيمتر اللي هي النتيجة اللي يحب عليها. فوالا وصلنا لها، ومن هنا نجم نتأكد إنه خدمتي الكل صحيحة. اوكي، خاطر السؤال هذا يرجعني الاول السؤال. هكا نكون كملت نموذج من فروض المراقبة عدد 2 في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة 9 اساسي. كان عندكم اي استفسار تنجموا تتصلوا بصبورة نت.